النقطة التانية اللي برضو مهمة أوي، إن أنتم يعني يمكن تابعتم خلال الأيام القليلة الماضية الأزمة الصينية اللي موجودة والتطورات اللي حصلت خلال الكام يوم اللي فاتوا دول. وأنا عايز أقول لكم إن إحنا في سياستنا الخارجية حريصين على إن إحنا ندير أو لينا ثوابت في سياستنا لا تتغير، ودايما حريصين على ان هي تبقى داعمه للاستقرار والسلام الاقليمي والدولي، عشان يعني العالم طبعا يهمنا قوي ان هو يبقى دايما مستقر لصالحنا كلنا. وبالتالي احنا لينا سياسه ثابته تجاه الوضع في تايوان، وبنقول دايما ان مصر مع الصين دوله واحده، لان ده بالحقيقه لصالح الاستقرار والامن في العالم. والحقيقه احنا مش محتاجين ان احنا يبقى في أزمات أكتر من كده تؤثر على علينا كلنا. بقية الأوضاع طبعاً يمكن أنتوا يعني تابعتم اللجنة العربية أو المجموعة العربية اللي يعني اللي انبثقت عن الجامعة فيما يخص الأزمة الأوكرانية، وتحركت في اتجاه الاتصال مع روسيا ومع أوكرانيا في محاولة يعني لتهدئة الأمور والعودة إلى مسار دبلوماسي يمكن إيجاد حل سياسي للأزمة بعيدا عن الحرب. يعني طبعا انتوا تابعتوا ان في اتفاق فيما يخص خروج الحبوب من اوكرانيا ومن روسيا، لان ده امر مهم جدا جدا مش بس لينا، ده العالم كله، لان الكميات اللي بتخرج من الحبوب كميات ضخمه جدا والعالم في حاجه ليها. وبالتالي يمكن ده يكون تطور ايجابي نتمنى انه يستمر.